صحيح. عيدي سؤالك. ايه امتى امتى بنحط المريض على اسبرين؟ يعني نقول له خلص انت اكتفي بالاسبرين. بنعرف نحن انه بعد عمر 40 سنه عادي طبيعي انه ياخذ اسبرين 80. نعم. اي انسان أي. نعم فامتى نحط هلا له على اسبرين بنقول 80 ولا بنعطيه بنضاعف الجرعه 160 او لا؟ ما ضروري نضع، لانه هي اولا مفهوم الاسبرين او الكلوبيدوغرين اللي بينعطى هو الاليه انه هي تمنع التراص، تمنع الاجريجيشن ان ادهيسيفنس، تجمع الصفيحات والتصاقها. هي اليه الاسبرين، لانه هي متى ما تجمعت والتصقت ببعضها حتبدا بتشكيل علاقه، تشكيل خسره. شايفين؟ فنحن هلا هون كمان تتفاوت الآراء. يعني أنا شخصياً من بعد شهر من هيك عمليات ممكن أقول للمريض يبدأ يأخذ أسبرين، بس بخليه على المية مو أقل من 6 أشهر للسنة، وبعدين إذا لقيت أموره ممتازة تماماً فممكن أوقف له المية إذا عم يجي ويراقب. أما إذا ما عم يجي يراقب فالحقيقة بتمني خايف عليه. لا، وفي كتير يعني هلأ مثلاً أنا عندي مريض عامل له مجازة صنعية ريدو بيسموها، لأنه عامل هو عامل الصافن، والصافن لأنه ما أخذ المميع فاضطرينا فراح الصافن، فعملنا له مو عندي عند حدا تاني، المهم أنه فعملنا له ريدو، حطينا له بقى رينج جرافت. هلا هالرينج جرافت أنا حطيته على المميع أوراً اندفنتلي، فأنا بيجي لعندي بيراجعني بعد 4 سنين قال له امتى عملت زمن البي تي اخر مره؟ بيطلع انه من 3 سنين مو عامل بي تي، يعني بس اول سنه مشي. وقال لي صعب يعني والله يا دكتور بدنا نروح على المخبر وكذا وما ادري شو هذا. طيب من حظه انه يمكن المقدار عم ياخده هو كان كافي انه ما تخسرت المجازي. شايف؟ بس سؤال موضوع الاستئصال شو؟ القدم البتر اصلا. اي هلا اذا كان في تموت يعني ما مستصل الا اذا كان في جنجرين يعني مستصل، ولا هلا تموت تموت جاف. أي. كيف احنا يعني هلا التموت الجاف ما في رائحه ولا في ما في رائحه وما هو رطب ما انه موجت يعني. تفضلي افتحي. شكرا لك. يعني تموت الجاف دكتور ما مستصل نهائيا ولا لا؟ ما قلت لك ما مستصل نهائيا، حسب الحاله. هلا الاصبع الرجل الثاني تاركين هلك، لانه هي احيانا بتهر لحالها. اما اذا كان في عندنا قرحات وكان هلا هو بالنسبه له هذا اكيد انه اصابع القدم عنده ملتهبه كانت، ولا ملتهبه كميه الانتي بايوتيك المضادات الحيويه اللي عم تاخذها لو انت عم تعطيه هي ما بتوصل بشكل كافي، فبتتم بؤره التهابيه. وبهالحاله هي فانت بدك تعمل هل اصابع هدول مثل ما بيقولوا يعني فيهم نخر، فيهم نكروسز، وفيهم رطوبه، فيهم ريح بتكون ريحتهم طالعه. شايف شو؟ فهدول بينبتروا. بس هون البتر بدك تبتر انت لمنطقه فيها انسجه سليمه اولا. ثانيا موضوع البتر، في عندنا نحن جلد، في عندنا عضلات، وفي عندنا عظام. فانت بدك لما بدك تبتر بدك تكون العظام هن اقصر شيء، تجي العضلات بعدها وبيجي بعدها الجلد حتى انه يسكر. وبالنسبه للاقدام السكريه لا ينصح، انا ما بنصح انا بانه نسكر المفاضه البتر مباشره، يعني نسكر الجلد مباشره، او اذا نسكره يكون في عندنا مجال للدرينج، يعني لانه اذا في صار تجمعات سوائل او تقيح او كذا او شيء انه يطلع لبرا. بس البتر اذا ما كان في تروية مقبولة فالبتر لازم يطلع لفوق يتعلى أكثر، لأنه كل ما كانت التروية كومبرومايزد أكثر أو محددة أكثر فلازم معناتها بنضمن إحنا لو بترنا ما حيلحم الجرح. إحنا هدفنا من البتر إنه يلحم وترجع عنا قدم وظيفية إنه يقدر يدوس عليها. وإلا فإذا لاحظنا نحن وعملنا دراستنا الوعائية سواء كان بالإيكو دوبلر أو بالتصوير أو بالمالتي سلايس لقينا انه والله ما في ترويه نهائيا وحاله الشرايين سيئه جدا من اوله لاخره الشريان، معناتها هون ما عاد في مجال نعمل مجازي. طبعا موضوع الستنتات او الموضوع الشبكات الوعائيه المحيطيه كمان لها علاقه بتوضع
الانسدادات وبطولها. يعني إذا كان الشريان من أوله لآخره مسكر أو متضيق، أنت ما بتقدر تحط استنتات أو شبكات من أوله لآخره. يعني الشبكات لازم يكون محدود طولها. ليش؟ بدال باي باس، بدال باي باس. ليش؟ لأنه الشبكات هي عملين عم تلغي وظيفة فيزيولوجية حيوية من الشريان، وبالتالي هي عبارة صارت عبارة عن أنبوب ثابت. وبالتالي فإذا ما في، ولذلك يعني نقطة تانية إنه لما بدي أحط أنا شبكة إذا ما كان في جريان من فوقها جيد وممتاز، ما بكون ضمنان إنه بقاء بيتن، يعني اللمعتها فعالة. أوكي، شيء تاني أسئلة؟